السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. موضوع في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، فحوصات روتينية يجب عملها للطفل أول أيام حياته. الموضوع ده اهتموا بيه، كتير جدا من الأطفال بيبقى عندهم مشكلة صغيرة جدا، ولكن عشان أغفلنا هذه الفحوصات الروتينية المشكلة الصغيرة دي كبرت مع الطفل وأصبحت، يعني مش هقول إنها حلها مستحيل، ولكن حلها بقى أصعب إذا ما كنا حليناها في الأيام الأولى، أو على الأقل بدأنا في حلها الأيام الأولى. لذلك الموضوع ده اهتموا بيه. طيب قبل ما نتكلم عن الفحوصات الروتينية، أحب أوجه حضراتكم إلى قناة مهمة جدا هتفيدكم مع أطفالكم، هي قناة الدكتور أشرف نبيه، طبيب أطفال كل العرب، طبيب متخصص في طب الأطفال، بيستمع لكل متابعيه وبيجاوب على كل المتابعين، ولذلك أدعوكم لزيارة قناة هذا الطبيب المحترم. أول فحص عندي هو فحص روتيني جدا ومفهوش أي مشكلة ولا صعوبة، فحص المقاسات، طول، وزن، محيط الرأس. الموضوع ده في غاية البساطة وفي غاية الأهمية. محيط الرأس، طول ووزن، ده بيبقى عند الدكتور ليه معاني كتيرة جدا، ممكن يكون عندك انت مش مهم، او ممكن يكون اهميته عندك ان هو ان انت تشوف الطفل وزنه حلو وخلاص، لكن طول مع وزن مع محيط الرأس ده بيتبني عليه حاجات كتيرة جدا عند طبيب الأطفال. هذا الإجراء اللي هو قياسات الطول والوزن ومحيط الرأس بيتعاد تاني كل فترة دورية، يعني كل مثلا شهر بتعيد هذا الفحص تاني عشان تشوف تطور الطفل ده ماشي في السكة الحقيقية، في السكة الطبيعية، ولا في قصور في هذا النمو. الفحص التاني المهم هو قياس نسبة الصفرة عند الأطفال حديثي الولادة. الموضوع ده في غاية الأهمية، كتير جدا من الأطفال بيعدوا منه بسلام، ما تقلقوش، الموضوع في الغالب مش خطير، ولكن في نسبة بسيطة من الأطفال ممكن يتطور الموضوع عندهم وإن الصفرة دي توصل وتؤذي المخ عندهم. لذلك مهم جدا قياس نسبة الصفرة وعرضها على الطبيب عشان يقولك هل طفلك ده في السكة دي ولا في السكة دي، في السكة السالمة ولا في السكة اللي لازم فيها تدخل واللي لازم فيها ممكن الطفل يحتاج دخول الحضانة. رجاء اهتموا بهذا الأمر، ما تتهونوش فيه، لأن ممكن يكون أسبوع مثلا قعدوا في الحضانة يحميه طول عمره من إعاقة ذهنية كان ممكن تحدث ليه لو تركناه بدون دخول حضانة. فلذلك الفحص ده في غاية الأهمية. من الفحوصات المهمة جدا هو فحص العيون عند الأطفال، ومن الفحوصات المهمة أيضا جدا 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 هو فحص السمع عند الأطفال. وفحص السمع عند الأطفال ده بيتعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى إذا كانت تمام فممكن ما نلجأش للمرحلة الثانية، ولكن إذا كان الفحص الأولاني فيه مشكلة فبالتالي بيضطر الطبيب هنا أنه يطلب من الأبوين أن هم يعملوا الفحص الآخر للسمع. عايز أقول أن فحص السمع ده في غاية الأهمية. ليه؟ كتير جدا من الأطفال بيبقى عندهم تأخر في النطق، وده بسبب ان عندهم مشكلة في السمع، فالمشكلة اللي كانت في السمع دي اللي تركت هكذا بدون علاج ادت الى ان الطفل مش سامع اللي حواليه، فبالتالي هيتعلم الكلام ازاي. لذلك هذا الموضوع مهم جدا. فحص السمع الاول هو فحص الانبعاثات الاذنية السمعية، وده الفحص الاولاني اللي بيقول اذا كان الطفل ده ما عندوش مشكلة مع السمع ولا في مشكلة. لو الفحص ادانا نتيجة سلبية فهنا بنضطر ان احنا نعمل فحص تاني اسمه استجابة الجذع الدماغي. الفحص ده بيفحص الاشارات الكهربائية اللي بيتم استقبالها في الدماغ واللي بتكون ناتجة عن سماع الاصوات خلال نوم الطفل. الفحص ده دقيق جدا وبيدي نتيجة مهمة جدا بالنسبة لقدرة الطفل على السمع. عايز اقول ان فحص السمع ده عند الاطفال مهم كمان ان هو يتعمل للاطفال اللي قضوا بعض الايام في الحضانة. من الفحوصات الضرورية اللي يجب عملها كمان هو فحص القلب عند الاطفال، لان في نسبة من الاطفال بتعاني من مشاكل قلبية بعد الولادة. وعلى ذكر الولادة مهم جدا ان احنا نعمل فحص للورك والمفاصل عند الاطفال اللي مولودين حديثا، لان ممكن برضو في بعض الحالات اثناء الولادة بيحصل خلع للورك عند الاطفال،
ومهم جدا في هذه الحالات ان يتم التدخل الطبي في وقت مناسب. من الفحوصات المهمة جدا 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 ولا تغفلوا عنها ابدا هو فحص الغدة الدرقية عند الاطفال حديثي الولادة في اول اسبوع من حياته. الفحص ده من اهميته انك لو تركت هذا الامر ولو كان عند طفلك مشكلة مع الغدة الدرقية مهم جدا اخذ العلاج المناسب من بداية حياته، لانه لو اخذ العلاج المناسب مع بداية حياته ممكن يتم ضبط ليه مشكلة الغدة الدرقية عند الطفل وبالتالي عدم تعرضه لأي إعاقة ذهنية. ولكن كثير من الأحيان بيتم إغفال فحص الغدة الدرقية عند حديثي الولادة وبالتالي طفل ممكن يكون مولود عنده مشكلة مع الغدة الدرقية وهنا للأسف الطفل ده بيتعرض للإعاقة الذهنية. فلذلك لا تغفلوا عن فحص الغدة الدرقية واللي مطلق عليه في جمهورية مصر العربية اللي هو تحليل كعب الرجل. ننتقل شوية على الشق اللي ممكن يقع على عاتق الأم اللي هي الملاحظة بتاعت حضرتك مع طفلك حديثي الولادة. مهم جدا ان انت تاخدي بالك على عدد الرضعات اللي بيحتاجها الطفل في أثناء اليوم. الطفل في الغالب بيحتاج رضع من ساعة لكل 3 ساعات، بيبقى محتاج رضع يا إما كل ساعة يا إما على الأقل كل 3 ساعات، وفي المرة بيتراوح الكم بتاعها حوالي 45 ملي. طيب في الحالة دي أنا عايزك تراقبي شوية حاجات. هل الطفل ده أثناء الرضاعة بيشيل بقه من على ثدي حضرتك مع كل رضعة أو مع كل شفطة هو بيشفطها، هل بيترك ثدي حضرتك وبيسيبه؟ هل الطفل ده أثناء الرضاعة تحسي إن لون جلده بيزرق؟ إذا كان هذا الأمر بيحدث إن الطفل ده بيصرخ كتير أثناء الرضاعة فكل ما يجي يحط فمه على الحلمة بتاعت حضرتك يروح شايلها تاني وما يكملش ويعيد وتعيدي تاني معاه هذه المحاولة فبق بقين ويروح سايب ثدي الأم ومعرض عن الرضاعة، أو إنه هو لما بيجي يرضع تلاقي إن لون جلده بيزرق، في الحالتين دول خلي بالك لازم تزوري الطبيب فورا لأن ربما يكون عنده مشكلة في الجهاز التنفسي عند الطفل. بالنسبة لنوم الطفل، الطفل بينام حوالي من 18 ل 19 ساعة أثناء اليوم أول ما بيتولد، فهذا الأمر طبيعي. لو طفلك ما بينامش هذا الكم وبينام عدد قليل من الساعات مهم جدا مراجعة الطبيب المختص. كمان من الحاجات الضرورية اللي يجب ملاحظتها هو عدد مرات التبول. عدد مرات التبول دليل على سلامة الكليتين عند الطفل، لذلك مهم جدا مراقبة عدد مرات التبول. الطفل تقريبا بيبلل كل يوم حوالي من 4 ل 5 حفاضات كل يوم، لو اقل من ده مهم جدا ان انت تراجعي طبيب الاطفال، لان عندي حاجتين من الحاجات، يا اما الطفل ده مش بياكل كويس فبالتالي اخراج البول بتاعه قليل عشان كده، او لا قدر الله يكون الطفل ده عنده مشاكل في الكليتين فبالتالي عملية الاخراج عنده فيها مشكلة. العدد بتاع مرات التبرز بيبقى في الاسبوع من حوالي 6 ل 8 مرات، اقل من كده مهم مراجعة الطبيب عشان نتأكد ونطمن ان مفيش اي مشكلة بالنسبة للطفل. أما بالنسبة للألوان فأول لون ممكن تشوفيه على لون براز الطفل اللي هو اللون الأسود ده بتاع أول يوم الولادة أو تاني يوم الولادة، بعد كده بيبقى اللون الأخضر العادي. لو لقيتي بقع من الدم، نقاط من الدم، مهم جدا مراجعة الطبيب المختص. بعد كده اللون بيتغير شوية مع الرضاعة فبرضو مهم جدا مراجعة الأطباء عشان يقولولك إذا كنت في السكة الصح ولا لا. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.